توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحقق الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال أي ما يقارب 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضة للعام 13 على التوالي بنحو 378.3 مليار ريال أي ما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي. فما هي القيمة التقديرية والفعلية لكل من المصروفات والإيرادات وكيف سيتم الاستفادة من هذا الفائض وكيف نجحت الدولة أو نجت الدولة من الدين العام والخاص وأسئلة أخرى كثيرة ترتبط بكم أنتم المواطنين. نتابع هذا التقرير مع صبري فاجسير ثم نعود بعد ذلك للنقاش. تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي والذي جاء ليرصد توقعات بفائض مالي للعام الجاري 2011 يقارب 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي. تم تقدير ذلك الفائض بأكثر من 185 مليار وهي السنة 13 على التوالي والتي يحقق الحساب الجاري فيها فائضا ما يعتبر نجاحا للاقتصاد الوطني مقارنة باقتصاد العالم الذي ما زال يعاني من مخلفات الأزمة العالمية. الميزانية الدولة عكس الأجواء القاتمة اللي مرت عليها المنطقة من أجواء سياسية وأجواء عالمية اقتصادية أيضا قاتمة، الحمد لله تؤكد على استمرار السياسة المحافظة المتوازنة لمؤسسة النقد ووزارة المالية. والله هو تفاؤل حذر، يعني حقيقة الظروف اللي تمر بها أوروبا وتمر بها لا تخفى على أحد قد تسحب ديولها على المنطقة شوية منها، لكن آسيا والصين والهند والطفرة الاقتصادية اللي موجودة فيها استقرارنا احنا خلال فترة السنوات الماضية هذا شيء طيب يدلك ان في مخططين للاقتصاد السعودي. جاءت تفاصيل تقرير مؤسسة النقد السعودي لتسلط الضوء على معدلات النمو التي بلغت 4.1% بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9%، وجاءت معدلات التضخم في الأعوام 2009 لتكون 5.1% وبزيادة طفيفة في العام 2010 لتبلغ 5.3%، بينما جاءت نسبة التضخم حتى أكتوبر من العام الجاري 2011 5.2%. وقد ذكر اقتصاديون أنه ينبغي الاهتمام بتوجيه الفائض المتوقع نحو مشاريع الإسكان التي تعد معضلة كبيرة أمام تملك المواطنين للسكن. أن هناك الاحتياج أيضا لتحسين مواضيع الإسكان ومشاريع الإسكان والإسكان ذوي الدخل المحدود وكيف يعني ننقل أو ننتقل بهذه الفجوة إلى أقل ما يمكن في الخمس سنوات القادمة. أتمنى أن يوجه جزء منه في توفير المساكن اللي ما عندهم مساكن، الشباب اللي مستاجرين، الناس اللي يقدرون يحصلوا على بيوت بأسعار مناسبة، توفير الأراضي لفئة الناس الذي يحتاجون إلى مساكن، هذا شيء مهم جدا. يجب أخذ مبادرات أكبر بالفعل تحسين الاستثمار في الشباب السعودي وبالفعل تأهيلهم للعمل في سوق العمل. وقد أشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط والغاز بنسبة 7.3% وهي نسبة مرتفعة ولا تتناسب مع معدلات النمو السكاني في المملكة، مما يشكل استنزافا لموارد الدولة، مما يعني ضرورة البحث والاهتمام في أسباب هذه الزيادة. لبرنامج يا هلا صبري بايسير جدة. حول هذا الموضوع معنا في استوديوهاتنا من الرياض أيضا هو معنا كان في الساعة الأولى والآن يستمر معنا الدكتور سليمان العريني الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. أيضا ينضم لنا من هناك عضو اللجنة التنفيذية الوطنية للشركات المساهمة الدكتور علي البريدي.
أهلا وسهلا بالجميع. سأل سؤال دكتور سليمان وحقيقة سؤال مهم، يعني الناس الحين اللي شاهدنا المواطن السعودي سواء يعني كان رجل أعمال ولا مواطن بسيط ولا مواطن مسحوق ولا أرملة ولا مطلقة ولا أي أحد، يسمع هو في الأخبار ما له علاقة في الاقتصاد، ما يفهم شيء في الاقتصاد، يسمع والله عندنا فائض في الميزانية 200 مليار 185 مليار، هل هذا الأمر يعني في شيء ينعكس عليه ولا شاهد ما شافش حاجة؟ بالعكس أستاذ علي، هذا أمر مهم جدا الحقيقة، وهذا ليس الفائض الأول للمملكة بصفة أنه للحمد أسعار النفط نتكلم 2011 تجاوزت 90 دولار، وبالتالي 2010 كان هناك فائض أيضا وتم استخدامه مثلا في عدد من المشاريع اللي وجهت 2011 كانت باستخدام الفائض الخاص ب 2010. المواطن والشعب، يعني احنا نتكلم عن الدولة، استثمار في الإنسان الحقيقة، وهذا اللي نعيد النظر فيه، يعني نريد نركز عليه. ال 185 مليار ومثلها فوائد أخرى متوقعة 2012 بالإضافة إلى الاستثمارات الموجودة في صندوق الاستثمارات العامة، إحنا ما نعتقد أنه ما يهم المواطن وما يهم أجيال المستقبل أولاده وبناته أنه نعيد النظر في، بدلا من أن نصرف هذه الأموال على مشاريع بنية تحتية سريعة جدا وليس لها العائد الأعلى، يعني لا يوجد عائد أعلى لأننا نركز على شركات أجنبية إلى آخره وبسرعة هائلة، نفعل ما فعلته النرويج ودول أخرى الحقيقة بصفة أننا اقتصاد ريعي نركز، وبالتالي احنا نعتمد على البترول، يفترض أنه يكون عندنا صناديق سيادية وبالتالي نستثمر هذه الأموال ونقلل التذبذبات في الميزانيات سنويا، بحيث أنه حتى لو انخفض البترول لدينا صناديق سيادية استثمارية في أصول منتجة حول العالم وليس سندات وأسهم، إنما أصول منتجة حول العالم، وهذا ما فعلته النرويج قبل 5 سنوات، وبالتالي هي حاليا رغم أن الدولة تعتمد على النفط سابقا إلا أن حاليا تعتمد على، بس في صناديق استثمارات خارجية في حديث وصحح لي أنه العوائد حقتها ما تعدى 2% ولا 3 تريليون مثلا يكون في 2%، ولا احنا نقول أستاذ علي أنه نعيد النظر في سياسة الاستثمار الخارجي. يعني ولنكون صريحين، يعني الكويت مثلا من الدول اللي استثمرت بشكل جيد، قطر نفس الشيء، أبو ظبي وليس دبي لكن أبو ظبي استثمرت بشكل جيد جدا، يعني 2008 كان هناك بعض الأصول في أوروبا استفادت منها أبو ظبي بشكل كبير، يعني نتكلم عن شركات عملاقة جدا وشركات برودكتيف وفاليو عالي جدا، من الصعب أن تنتهي، لكن لما تدخل في السندات والأسهم تدخل المخاطرة عالية جدا والعائد ليس بالدرجة المطلوبة، زائد أن الخسائر تكون عادة عالية جدا إذا صارت مشاكل كما يحدث في أوروبا حاليا، يعني الآن لدى دول الخليج أكثر من 2 تريليون دولار استثمارات في السندات والأسهم في أوروبا وأمريكا، دول الخليج مجتمعة، خسائر كبيرة جدا بسبب الديون السيادية والمخاطرة إلى آخره، وبالتالي ممكن بعضها تتخلص من هذه السندات والأسهم بقيمة أقل مما كانت استحواذ عليها، لذلك إعادة النظر في الاستثمار في الأجيال القادمة من خلال صناديق سيادية وتكون بدارة بطريقة مختلفة عما يحصل في صندوق الاستثمارات العامة، بمعنى كما أننا ندير ونشرف على البنوك هذا نفس الشيء، يكون صندوق عليه إشراف احترافي يتبع للمقام السامي مباشرة ويكون فيه شفافية ومتابعة. أنا أعتقد أن هذا مشروع جبار، مشروع استثمار في الإنسان، بحيث أن هالعوائد هذه نستثمرها للأجيال القادمة، بدل لأنه ما المخاطرة مع أسعار النفط عالية جدا. نعم دكتور علي، أهلا وسهلا بك. أين يعني سيوجه هذا الفائض وكيف يمكن استثماره برأيك؟ الذي أتوقع أن سيكون هناك طبعا توجيه لهذا الفائض كما حصل في الميزانية السابقة، زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وعلى مشاريع البنية التحتية والاستثمارات البشرية بمعنى التعليم والصحة. وإن كان الحقيقة الملاحظ أن مستوى الإنفاق لا يوازيه العائد المتوقع،
فليس المهم كم ينفق، وإنما ترشيد وتوجيه الإنفاق وإيجاد معايير وضوابط محددة لقياس الأداء. بمعنى ليت أن كل ميزانية أيضا يرفق بها تعديل، يرفق بها تقرير بمستوى ما أنجز من الميزانية السابقة وتطور المشاريع، لأن نلاحظ تراكم يعني في كثير من المشاريع وعدم إنجازها حسب الخطط الموضوعة لها. أيضا نرجو أن يكون هناك أيضا إعادة تنشيط لنشاط القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بالذات في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث أن المشاهد أن البنوك لا تقوم بحقيقة بدورها المطلوب لدعم القطاع الخاص، لأن هذا سوف يحل مشكلة البطالة. فحقيقة مشكلة البطالة حلها بإيجاد أعمال ناجحة وتوطينها في البلد، بحيث يكون هناك استيعاب للعاطلين عن العمل في مشاريع منتجة. طبعا قامت الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة و صندوق التنمية الصناعية ومختلف الصناديق بتغطية هذا الموضوع، ورفعت حجم إقراضها يعني إلى حدود 40 مليار، ولكن أعتقد أن يحتاج مثل نهضة تنموية تحتاج إلى القطاع الخاص والقطاع البنكي بشكل كبير. ولا نحرص، ألاحظ أن مؤسسة النقد دائما تتغنى بسلامة البنوك وإبعادها عن المخاطر، لكن يجب أن لا يكون هذا على حساب القطاع الخاص بخنقه بعدم وجود التمويل اللازم له، كما لأنه في النهاية البنوك تستخدم أموال المودعة لديها من الحكومة ومن القطاع الخاص. طيب بس بدون فوائد. عشان الوقت دكتور علي. دكتور علي، ما الذي دعا السعودية لأنها يعني تنجو من الديون العامة والخاصة بحسب طبعا ما تقوله مؤسسة النقد العربي السعودي باختصار؟ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكاش يدخل يوميا، فيوجد متوسط إنتاج 8,200,000 برميل في اليوم بأسعار طبعا كانت الأسعار أعلى من المتوقع في الميزانية، لأن الميزانية كانت متحفظة حقيقة، كانت في 70 دولار، وكان معلوم يعني الخبراء والمختصين أن أسعار النفط ستكون أعلى من هذا المستوى. فنتيجة لأن متوسط أسعار النفط كان أعلى من المتوقع في الميزانية، فقد حقق هذا الفائض. ولكن في الوقت نفسه هذا الفائض ممكن للتذبذب، يعني يتعرض في أي وقت، يعني تعلمون أسعار البترول لا يمكن يعني التنبؤ بها، ولذلك هي عرضة للتذبذب، فيحتاج إلى وجود تنمية مستدامة في البلد بتنشيط القطاعات المختلفة. نعم دكتور سليمان، أخيرا أنا أحاول دائما أنه ما أدخل بشكل تفصيلي كبير في الموضوع الاقتصادي، لأنه أحاول نبسط المعلومة الحين، يعني وأعذر جهلي على هذا السؤال. لما كل سنة يكون في فائض، الدول المتقدمة لما يصير عندها فائض تقول لشعوبها وين ودوه ولا ما تقول لهم؟ وهذا اللي احنا نقول، احنا الشفافية، يعني لما نتكلم عن صندوق الاستثمارات العامة وحتى الاستثمارات الموجودة داخل مؤسسة النقد الفائض وغير الفائض، الحقيقة صندوق الاستثمارات العامة الآن هو حتى يملك حصص في شركات، يعني لو تاخذ سابك وغيرها تمثلها الاستثمار 70% تقريبا، مع الاس تي سي شركات، كل هذه استثمارات صندوق الاستثمارات العامة. وبالتالي ما نطرحه استاذ علي انه نعيد النظر في صندوق الاستثمارات العامة بحيث انها تكون يا تحويلها الى شركة استثمارية ويكون تحت اشراف مؤسسة النقد من حيث الشفافية، عرض تقاريرها المالية يكون عليها رقابة أوديت خارجية، وأيضا الأهم هو الريتيرن اون انفستمنت، يعني العائد على الاستثمار، بحيث انه يكون بشكل يعني دقيق جدا، وليس انه لانه فعلا في مخاطرة في الاستثمارات، وانت ذكرت انه بعضها ما تصل 2%، اذا لم يكن هناك استثمار ومتابعة وإدارتها بطريقة احترافية ما راح نستفيد بالشكل المطلوب، لكن هذا ما ندعو له يعني، وبالتالي الشفافية مطلوب جدا. نعم. ولكن اذا في بقي وقت دقيقه بس انا ابغى، اذا هل في وقت دقيقه استاذ علي؟ تفضل. تقرير مؤسسه النقد الحقيقه هذا التقرير رقم 47، وانا اعتقد انه متوازن جدا، واذا لاحظنا انه ركز على النمو الاقتصادي ونمو اقتصادي ايجابي، ولكن في مخاطره من ناحيه تذبذب اسعار النفط
يجب أن نأخذ في الاعتبار، ولكنه ركز على مشاكل في التنمية الاقتصادية التي نواجهها. فهو أكد على موضوع البطالة أنها في نمو وهذه مشكلة كبيرة، تناقش موضوع التضخم، وأكد على أنه ما زالت تنويع مصادر الدخل نواجه مشكلة كبيرة جدا. فأنا أعتقد أن هذه إشارات الحقيقة، وأنا أشكر مؤسسة النقد أنها نبهت إلى هذه المشاكل الرئيسية التي دائما أنا وأنت والزملاء والزميلات ننادي عليها ونقول أنه ترى الموضوع ليس نمو اقتصادي ولكن تنمية اقتصادية والاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي إن شاء الله. عموما نتمنى إن شاء الله هذه التعيينات يكون لها يعني صدى إيجابي وتنعكس إيجابا على المستوى العملي في الأيام المقبلة، وغدا إن شاء الله نتوسع في الموضوع أكثر. شكرا للخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور سليمان العريني، وشكرا لعضو اللجنة التنفيذية الوطنية للشركات المساهمة الدكتور علي البريدي، ودائما نلقاكم.